يعني 0-0 مش حاجة وحشة، خاصة في يعني الزمالك والمستوى اللي بيقدمه وبيراميدز والمستوى اللي بيقدمه. ما تزعلش قوي كده، مش مستاهل. طيب اولا انا ماليش علاقه بالزمالك وماليش علاقه ببيراميدز، الاهلي ما ببصش على حد، ده رقم واحد. رقم اتنين، لا ازعل طبعا لانه في بعض المشاكل عندنا فيما يتعلق لسه بالهجوم، يعني حاجه صعبه، وانا مش قادر اصدق محمد شريف، يعني محمد شريف لاعب الاهلي، حد جاب استيكه ومسح عنده كره القدم، مسح عنده كره القدم على مستوى التسجيل، مستوى التحرك، مستوى المهارات الأساسية، مستوى الباصات، تسليم والتسلم، مفيش حاجة خالص صح، على فكرة مفيش احنا حاجة خالص صح. ملاحظين ده من أول ما بكى لحظة التغيير في كأس أمم إفريقية على إيد كارلوس لا كيروش. معلش، يبكي ده هناك بقى يروح يبكي لا احنا عايزين بس، ما هو برضو اللاعب لا ده بني آدم، لا لا ممكن يكون فعلا الخروج ده من يومها وأثر على أدائه يا ولاء، وذهنه. احنا بنتعامل مع بيبيهات طبعا لا، بس، المفروض رجالة. ده مش بس رجاله، احنا بنتكلم على رجاله صف اول محترفين كلاس ايه الدوري المصري، مش بنتكلم على الدوري الدرجه الرابعه ولاعيب لسه مش عارف ايه، كلاس ايه اللي بياخدوا ملايين وعليهم الانظار والبتاع، لو مش عندوش احتمال نفسي لاي دروب يحصل له يبقى ما يصلحش يبقى مهاجم النادي الاهلي، اكبر نادي في الوطن العربي وفي افريقيا، ويلعب مهاجم منتخب مصر منين؟ ما ياما اللعيبه حصل لها دروبات قد كده، ميسي ده شاف الويل في تاريخه من شعب الأرجنتين نمبر وان، بعد كده كل جمهوره في كل أنحاء العالم. اهو، ومع ذلك ثابت يخسر البطوله ويشيلوه ان هو سبب خسارتهم كاس العالم اللي المتخاذل فاتت ومش المتخاذل عارف ايه، وسموه المتخاذل في ده الارجنتين اللي كان هم المفروض لقبه. يعملوا له تمثال ذهب، سموه جمهور الارجنتين لميسي المتخاذل، ومع ذلك ثابت واشتغل حقق كل الالقاب وربنا كرمه وجاب كاس العالم. بس ده لكن انا ميسي، مش، ده ما هو ميسي. يا ستي، ما هو انا عشان تبقي لعيبه محترفه وتستاهلي الاضواء والشهره والفلوس يحصل لك دروب، نيجي نقعد نطبطب عليك ونقول لك معلش يا حبيبي ما تزعلش، مفيش كلام منه. والفترة طولت كمان بالاضافه الى فتره اللي طولت، من أول كارلوس كيروش مش لحد دعوه كارلوس كيروش، دلوقتي. انسي كارلوس كيروش ده، انا ما بتكلم هو ده دلوقتي كان على بني ادم البداية. نامه صحي المفروض يلعب وياخد انتهز الفرصه دي، فرصه عمره، لان هو عارف ان كمان يومين ثلاثه هيجي له مهاجم مش هيشمها بعديه. يعني محمد شريف ده المفروض الماتش ده والماتش اللي فاته بتاع مش يتألق، ياكل النجيله، لانه عارف انه كمان 3 4 ايام اول ما الاهلي يخلص صفقه المهاجم محمد شريف مش هيلمسها، فمعقوله يضيع الفرص بالمنظر درجه ان احنا جمهور الاهلي كل الناس كاتبين على المواقع ان الاهلي بيلعب ب 10، الاهلي بيلعب ب 10 لاعبين لان محمد شريف بيلعب مع الفرقه اللي قدامنا، فمش معقوله. وشادي حسين لما نزل الحقيقه ما اسخن من سيدنا ستي، مش عارف حصل له ايه راكر بعد ما كان متألق في سيراميك كليوباترا، جه كمان يعني لسه واضح ان الضغوط والتوترات عليه والفانيلا تقيله عليه. فاحنا عندنا مشكله في اللي بيخلص، الاهلي النهارده 7 8 فرص ولا واحده دخلت، ليه؟ لانه في سوء في انهاء الهجمه، بس الاهلي بيوصل. وطبعا الناحيه الثانيه اخو حسام حسن فريقه ما انا لا قلت أحد يلومه. انا مش هو براحته، بس انا بقول لك انه انا ما بحبش كره القدم تبقى كده، لا تكتيك ولا هجمات مرتده ولا طلوع بالكوره ولا اي حاجه، هو والله زمان يا سلاحي 11 في ال 18 افساد الهجمات وتطفيش، لا مش دي الكوره، مش دي الكوره. وانا بقول لك اهو من دلوقتي ومن غير ما اسمع، انا مش معاك على مش سامع حاجه اهو، بس انا متاكد دلوقتي الاشاوس المحللين في الاستوديوهات، حسام حسن الذي تفوق على كولر، حسام حسن اللي وضع استراتيجيه مش عارف ايه، انا متاكد بيقولوا كده دلوقتي. ليه؟ لان هم بيحللوا النتيجه، طيب لو واحده من الفرص دي بس كانت دخلت قال لك ايه الاهلي العظيم انا ده ممكن واداء اشبه حسام لك، حسن مع المصري مش حلو. ممكن اشبه لك تشابه، يعني ايه شبه بسيط بعد اذن حضرتك. يعني اتفضلي. انا لما اجي قدام اعلامي كبير، مش هنقول ما شاء الله تبارك الله ربنا يديك الصحه ويمتعك يا رب ربنا بيها، يكرمك. 25 سنه اعلام وانا لسه يعني بيبي بتفتح عينها في الاعلام بس مش اكتر، لما اجي قدامك ويبقى في مباراه اكيد اول حاجه هفكر فيها ازاي ما اخسرش. ابقى ثابته، صح. ازاي ابقى ثابته. صح. فالطبيعي يعني انا مش بقول طبعا، على مع كل الاحترام لكابتن حسام حسن ويعني الروح اللي عنده، بس كابتن حسام حسن عنده روح عاليه جدا، بيعرف يبثها ازاي في اللعيبه. فيقف قدام كولر اللعيبه بتوع النادي الاهلي، لازم اقف اقفل والله زمان يا سلاحي 11 في ال 18، ماشي، ما انا بقول لك هو حسام اللي حسن اكسبه العب. يا حبيبتي، ماشي، انا بقول لك حسام حسن شاف ان دي الطريقه المثاليه، وانا بقول لك انا دلوقتي لومته
ولا قدرت افتح بقي مع حسام حسن. انا بقول لك على ان دي طريقه ما بتعجبنيش في الكوره، لان انا الكوره بالنسبه لي العب، عايز تامن امن، بس يبقى في اي شكل ليه ان انت ليك رغبه ان انت تكسب، ان انت تعمل هجمات مرتده، ان انت تعرف تطلع بالكوره، يبقى في شكل. لكن فكره بس ان انا مرصص اللعيبه عشان امنع هجمات الاهلي بس، دي طريقه ما بحبهاش. ما بقولش ان هو غلطان، انا فاهمه طبعا، دي طريقه ما بحبهاش. الكره وجهات نظر ومتعه في الاخر، في النهايه هي متعه. انا بحب خصوصا ان حسام حسن المفروض انه بيحب كده. انا فاكره حسام حسن ما اعرفش في الولايه الثانيه ولا الثالثه، لان هو مسك المصري كتير كذا مره، في مره منهم او مرتين اللي وصل الكونفدراليه فيها، ووصل مع الاهلي نهائي الكاس ونهائي السوبر حاجه كده. لا المصري كان مع حسام ممتع، جايز لجوده اللعيبه اللي في ايده مش مساعداه، لا ده فمضطر انه يدافع. لا عنده لعيبه كويسه جدا، عنده مروان حمدي، عنده الياس الجلاص، ده ما انا بقول لك ملوش حل. عنده مروان حمدي، ليه الاهلي ما يجيبوش؟ يعني انت متخيله اهو، ده مش بقول لك المدافعين، المهاجمين، عنده مروان حمدي وعنده الياس الجلاصي وعنده عبد الرحيم دغموم وعنده جريندو. جريندو دول الاربعه اللي بيلعبوا قدام، دول اربعه ما اعرفش اطلع بيهم مهاجمه، دول ما اعرفش اعمل بيهم هجمات مرتده، دول ما اعرفش اهاجم بيهم الاهلي، مستحيل. يعني اللعيبه اللي قلتها دي وحشه؟ لا طبعا. بقول لك الياس الجلاصي ودغموم الجزائري اللي جاي من فاقس طيب، لا اكثف دفاعي بقى بدل ما اتضرب في مساحات ولا حاجه، برضو بس هو ده تفكيره. انا بنقل لك انت دلوقتي سالتيني قلت لي جوده لاعبين، انا قلت لك لاعبين، انت بتقولي ان فيهم جوده ولا لا؟ ايه فيهم جوده طبعا. طيب يبقى ليه ما بيلعبش بيهم زي ما عمل كان بيعمل وقت ما كان في نهائي السوبر؟ ساعتها كان بيهاجم الاهلي وطلعنا وقلنا ان الاهلي كسب السوبر بالخطا اللي كان جابه حارس المرمى مش فاكر مين اللي هو ادى الكره لوليد ازارو، بس قلنا المصري عمل ماتش ممتاز تمام. وكان ند الند وفي بعض الاحيان تفوق على الاهلي. هو ده، هو بقى مش عايز الكلام ده، مقابل ان ممكن الاهلي برده ملوش امان يخطف خطفه، فهو مش عايز ده. ادي كل مش احنا بنتكلم على الاثنين، خلينا بقى نروح، خلينا نروح للخبر العاجل. حسام حسن هداف الدوري المصري ب 450 هدف، ايه الحكايه؟ حسام حسن هداف الدوري المصري ب 450 هدف. ايه 450 هدف؟ ده مجرد افيه انتشر الفتره اللي فاتت. ما فهمتش الرقم. يعني ايه حسام حسن يخرج من الاهلي؟ من خط هجوم الاهلي؟ انا السماعه مش سامعك قوي على فكره لو انت بتكلمني. ها قولي. على سموحه رجل المباراه وهدفين. صح. ايه الحكايه؟ مفيش حاجه، ده اللي انا كنت بقوله بقالي سنه. الكيمياء فقط. مش الكيمياء، الاهلي، الاهلي بعبع تيشيرته ما بيقدرش عليه اللعيبه. عشان كده لما قلت مشوا مروان محسن لمصلحته، مروان محسن عامل شغل دلوقتي مع فيوتشر. وقلت لهم مشوا حسام حسن، انا مش من كام شهر قلت لك رجعوه سموحه. قلت كتير. رجعوه سموحه هتلاقيه بيتشقلب. ليه؟ ده سقفه. بس من اول مباراه كده سقفه، حتى ما لحقش يا فندم سقفه. اول ما لابس التيشيرت الزرقاء بتاعت سموحه قال الله التيشيرت على قدي ولايق عليا اهو هعرف العب. تيشيرت الاهلي تقيله جدا. ما احنا بنتكلم اهو على شادي حسين كان مكسر الدنيا السنه اللي فاتت في سيراميكا ولا حاجه دلوقتي. ليه؟ تيشيرت الاهلي تقيل جدا. فانا عشان كده كنت بقول لكم انتوا كده بتضروا الاهلي طول ما حسام حسن قاعد وبتخلصوا على اللاعب، لاعب كويس سيبوه ينطلق هيبقى هداف الدوري بس في سموحه. في عند شادي حسين حته سنس صغير كده عايز اسال عنها بس استفسر عنها. الراجل لما جه جمهور الاهلي كان طاير من الفرحه وقال ابن التالته شمال، صح؟ هو بس عشان طب ما هي الروح دي اللي بتحرك. لا. فين بقى الروح لا. عشان تصريحاته، عشان تصريحاته ان هو طول عمره بيحب الاهلي وعاشق للاهلي فيعمل اي حاجه عمره. ينزل يموت نفسه في الملعب. هو يموت نفسه بس في النهايه بقول لك تيشيرت الاهلي لو ما تحملتيش ضغوطه يوقعك. دي حقيقه مش 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 مبالغه. والامثله اهي 500 مثلا. الحلقه اللي قبل اللي فاتت قلت لك اخر 20 سنه عدد المهاجمين بتوع الاهلي اللي جابهم من الانديه الثانيه وكانوا سوبر ستارز. صح؟ ولا حاجه. انت تبقى سوبر ستار في نادي على عيني وراسي، بس تيجي الاهلي لازم يبقى ليك مواصفات خاصه عشان تنجح في الاهلي. طيب ده معناه ان خالد عبد الفتاح لما جه ويعني مروان عطيه ما هم جايين برضو ناس يعني كويسين. لا كويسين. طب ليه احنا جايبينهم؟ يعني ان اداره النادي الاهلي ليه ما دوروش على صفقات؟ يعني تقدر تقول مثلا ان خالد عبد الفتاح او مروان عطيه في خط النص مثلا هو القطعه الناقصه زي ما بنقول اللي هتكمل. الله اعلم. ما هو انا عشان كده بقول لك اي اداء اي تقييم اداء ليهم قبل ما يجوا الاهلي ما تحطوش في الحسبان.